السلام عليكم أعزائي الطلبة. نبدأ محاضرتنا اليوم في مادة Unit Operation 1 وهي المحاضرة الثالثة بجزئها الأول. نكمل المتطلبات الـ Distillation من نوع الـ Continuous. فاليوم راح تكون هذا الجزء مخصص لموضوع يدعى بالـ Feed Line. احنا طلاب اخذنا سابقا عرفنا الفيد من يدخل للديستليشن يكون على شكل اطوار متعدده، اما يكون على شكل سائل او يكون على شكل فيبر او يكون خليط. وايضا ذكرت في المحاضره السابقه بانه الفيد من يدخل الى الديستليشن راح اول صينيه راح تستلمه لهذا الفيد يدعى بالفيد تري. يعني هنا الصورة الموضحة قدامكم، لو ناخذ هو مقطع من الديستليشن، هذا هو كمقطع من الديستليشن، هذا الفيد اللي راح يدخل الى الديستليشن. فالفيد احنا نعرف الديستليشن متكون من عدة صواني، فالفيد راح يدخل الى الديستليشن راح اذا كان سائل لنفرض راح يدخل على أول صينية، ينزل للأسفل يدخل على أول صينية، هذا الصينية تدعى بالفيد تري. بالفيد تري هاي الصينية اللي تستلم الفيد اللي راح يدخل إلى الديستليشن تدعى بالفيد تري اللي هي هنا رمزنا لها بالF. فأنا راح أمسح هسه هاي الصواني على ما تكون صينية واحدة واضحة قدامي. فالفيد تري اللي هي هاي عندنا موجودة راح أرسمها، نفرض هي هاي الفيد تري، فالفيد راح ينزل عليها. لو كان الفيد هو شنو؟ لو كان الفيد هو ليكويد، فرضنا هنا ساتوريتد ليكويد. احنا عرفنا سابقا طلاب بأنه عدد الصواني تبدأ من الأعلى، يعني أول صينية من الأعلى هي صينية رقم واحد، وآخر صينية للأسفل هي صينية نرمز لها and capital، هاي آخر صينية. فكل ما ننزل للأسفل تزداد كرقم الصينية، واحد ننزل، اثنين ننزل، ثلاثة. فمن وصلنا للفيد تري راح يقسم الديستليشن إلى قسمين، الأعلى مثل ما قلنا سابقا يدعى بالريكتيفاينج سكشن، والأسفل يدعى بالستريبينج سكشن. كعدد كرقم الصينية للفيد تري الفوقها معناتها شنو؟ F ناقص واحد. الفوق الصينية مال الفيد تري هي F ناقص واحد. لو كان عدد الصينية الفيد تري هي الخامسة، إذا الصينية اللي قبلها هي الرابعة، والصينية اللي بعدها للفيد تري هي F زائد واحد. مثل ما قلنا الصينية الفيد هي الخامسة، فالصينية اللي بعدها بالأسفل هي السادسة. فإذا نعرف بأنه الصينية الفوق صينية الفيد تري هي F ناقص واحد، والصينية اللي أسفل فيد تري هي شنية F زائد واحد. فهسه شلون نسوي فد موازنة على هاي الصينية للفيد تري؟ احنا عادة اللي شنو ودي يدخل للفيد تري؟ ال N يساوي من ال out. ال N شنو ودي يدخل؟ ال N دي يدخل هي كمية الفيد، هذا هذا أول دخول إليه. وأيضا شنو دا يدخل؟ دا يدخل له السائل دا يجي من الأعلى، ودا يدخل له الفيبر دا يجي من الأسفل، يعني فيبر دا يجي من الأسفل. إذا الـ N مالتنا هي F زائدا L اللي دا يجي من الأعلى زائدا V اللي دا يجي من الأسفل. فهاي المعتمدة بالمعادلة رقم 20. اما الاوت شنو؟ الاوت يخرج من نفس الصينيه ايضا هو L، ويخرج من نفس الصينيه هو V. بس هنا خلوا ببالكم طلاب، بما انه الفيد تري هي المنتصف ما بين الاعلى والاسفل للمنطقه العلويه اللي هي ريكتيفاينج، والمنطقه السفلى هي الستريبينج، الليكويد بالاعلى يختلف عن الليكويد بالاسفل، والفيبر بالاعلى يختلف عن الفيبر بالاسفل. هذا هو كعلميا.
بس في بعض الأحيان نعتبره هو نفس الليكويد أو في بعض الأحيان نعتبره هو نفس الفيبر لاعتبارات معينة. مو دائما هو نفسه بس مو دائما هو مختلف. يعني مثل ما قلت الـL سابقا نعتبره هو كله نفس الـL يبدي من الأعلى للأسفل في حالة إذا كان الفيد ما يحتوي على ليكويد. وفي حالة إذا كان الفيد كله ليكويد فالفيبر الأسفل اللي يصعد هو من أسفل الجهاز إلى أعلى الجهاز هو نفس الفيبر. فإهنا لنفرض هسه يختلف الـL اللي يجي هنا هو من الأعلى دي يدخل اعتبرناه هو L بس دي يطلع من نفس من الفيد تري هو L داش. فهنا L داش يختلف عن الـL اللي موجودة بالN. الفيبر اللي يطلع من الفيد تري هي V بس الفيبر اللي يدخل الفيد تري هي V داش. فالفيبر اللي يخرج هو V أما اللي يدخل هو V داش. هاي التوتال ماتيريال بالانس على الفيد تري. من أريد أسوي إنرجي بالانس أخذ التوتال ماتيريال بالانس وأضرب كل ستريم في الإنثالبي مالته. يعني الفيد اللي أول واحد بالإن معادلة رقم 20 أضربه بيش بالإنثالبي مالته اللي هو HF. فالفيد ضربته بالـ HF على مود أبين بأنه الإنثالبي مال الفيد زائدا الـ L أضربه في الـ HL الإنثالبي كليكويد بس وين بالفيد ناقص واحد لأنه الـ L اللي جاي مين جاي جاي من الصينية F ناقص واحد. فالإنثالبي اللي هي على شكل ليكويد ناخذ الإنثالبي في درجة حرارة الصينية مع الـ F ناقص واحد لأنه الـ L الداخل للفيد تري هو جاي من الصينية اللي قبلها. نيجي على الفي داش اللي هو الفيبر الداخل. الفي داش جاي من الصينية اللي بعد الفيد تري يعني اللي هي F زائد واحد. فالفي داش أضربه في الإنثالبي والإنثالبي هي يكون على شكل فيبر لأنه الستريم مالتي فيبر بس وين موجود بالـ F زائدا واحد. نفس الحالة بالنسبة للأوت. الأوت عندنا L داش L داش اللي L داش اللي هي خارجة الليكويد الخارج من الصينية مع الفيد تري الخارج من نفس الصينية. فمن أضربه بالإنثالبي بما أنه L داش هو ليكويد فالإنثالبي ليكويد بس مع المينوة مع الفيد تري فF. ونفس الحالة بالنسبة للفي هو فيبر فالإنثالبي اللي أضربه به هو فيبر إنثالبي. وين موجود هذا الفيبر؟ مين جاي؟ جاي من الفيد تري طالع من الفيد تري فالإنثالبي كفيبر للفيد تري. هذا هو الانرجي بالانس للمعادلة رقم 21. بس سابقا بالمحاضرة السابقة اعتبرنا بأنه من ضمن الاعتبارات اللي اشتغلناها بأنه ما عندي خسارة بالحرارة على في داخل كل الكولوم وبالتالي الانثالبي للليكويد في أي صينية هي شنية هي ثابتة والانثالبي للفيبر في أي صينية هي ثابتة. فكل ليكويد كل انثالبي ليكويد رمزوله شنو HL راح نرمز له وكل انثالبي للفيبر راح نرمز له H فيبر على مود نقلل من المتغيرات يسهل لنا من الحل. فكل انثالبي ليكويد هو HL وكل انثالبي فيبر هو HV وذني موجودة الاثنين الـ HL والـ HV طلاب هي في داخل الـ distillation في داخل الـ distillation. وقالي انثالبي واحد اللي هي الـ HF هاي يختلف عنهم سواء كان liquid أو vapor أو mixture هذا ما إلى دخل بذني الاثنين بالـ HL وبالـ HV لأنه الـ HL والـ HV هي شنية هي الانثالبي مع الليكويد والفيبر في داخل الديستيليشن. أما الـ HVHF هي الانثالبي مع الفيد اللي راح يدخل للديستيليشن اللي هو موجود خارج الديستيليشن. فمن راح نعوض أذني الفرضيات بالمعادلة رقم 21 راح تصير عندنا معادلة اللي أشرتها هسه هاي قدامكم إن شاء الله الـ F زائد واحد والـ F ناقص واحد وهاي التوالي. أوكي وراها شرح أسوي راح أربط كل معادلة كل متغير
اللي يحتوي انثالبي ليكويد مع بعضها والانثالبي فيبر مع بعضها وال HF. فصارت عندي معادلة 23. هاي المعادلة 23 نرتبها مع معادلة رقم 20 اللي هي Total Material Balance، راح نحصل على معادلة 24. هاي المعادلة 24 مثل ما نشوف هيتكون من ثلاثة كسور، هذا الكسر يساوي لنا هذا الكسر ويساوي لنا هذا الكسر ويساوي لنا Q هاي المعادلة 24 طلاب نستطيع استخدامها لإيجاد قيمة الكيو، هي هاي هسه شنو الكيو؟ هسه نقول لكم عليها. هاي الكيو، يمكن أن تحسب مع أحد الكسور الثلاثة، يعني مو نستخدمها ثلاثتين سوية، لا، نقول كيو يساوينا الكسر الأول أو كيو يساوينا الكسر الثاني أو كيو يساوينا الكسر الثالث. فكيو يستخدم مع أحد الكسور لإيجاد قيمة الكيو. هاي قيمة الكيو شو تمثل لكم طلاب؟ تمثل لنا amount of liquid in feed. يعني الكيو تمثل لنا كمية السائل الموجود بالفيد الداخل. الكيو تمثل كمية السائل الموجود بالفيد الداخل. ومعادلة 24 هي معادلة تستخدم فقط طلاب، هاي المعادلة 24 تستخدم فقط وين؟ عندما يكون الفيد من نوع السوبر هيتد أو من نوع السب كولد. تستخدم معادلة 24 لإيجاد قيمة الكيو فقط من يكون نوع الفيد سوبر هيتد أور سب كولد. إيش وقت نعرف هو سوبر هيتد أور سب كولد واحد من هالنوعين؟ من يقول لنا بالسؤال بأنه الفيد الداخل هو مو ليكويد ولا فيبر، يعني ما يقول لنا إياها رأسه مباشرة، لا إحنا نعرفها. يعني معناتها هو من أقول سوبر هيتد أو سب كولد معناتها أنا عندي راح يصير عندي الخليط اللي راح يدخل هو مو خليط كله ليكويد أو كله فيبر، وإنما خليط ميكستشر من ليكويد وفيبر، إذا معادلة 24 تستخدم فقط في حالة يكون عندنا خليط من ليكويد وفيبر معا للفيد الداخل. الكيو هو احنا حاشينا هاي المحاضرة كلها للفيد اوكي طلاب. فهاي المعادلة هي معادلة 24 لحساب قيمة الكيو، والكيو هي شنو معناتها؟ معناتها كمية السائل الموجود بالفيد الداخل، التعبير العلمي للكيو هذا هو عبارة عن الحرارة اللازمة لتحويل مول واحد من الفيد إلى ساتوريتد فيبر، لتحويله كله إلى فيبر على مولر هيت أو فيبرايزيشن أوف ذا ساتوريتد ليكويد. هذا التعبير العلمي للكيو. أوكي؟ إذا الكيو هو يمثل لنا نوعية الفيد، يعني نشوفه من نوعية الفيد نعرف شلون نحصل على الكيو. الفيد مثل ما قلنا سابقا يتكون من ثلاث أنواع، أما ليكويد كله أو فيبر كله أو ميكستشر تو فيس، ليكويد زائدا فيبر. زين هسه نريد نعرف شلون نحسب الكيو في حال أذن الثلاث حالات. في حالة إذا قال بالسؤال الليكويد at bubble point اللي هي الحالة الأولى A، الليكويد at bubble point إذا ما قال لنا bubble point معناتها saturated liquid، إذا ما قال bubble point يقول بالسؤال saturated liquid، أنا معناتها رأسا أعرف قيمة الكيو يساوي لنا واحد، أنزل الكيو يساوي واحد. الحالة الثانية من يقول بالسؤال الفيد هو vapor at dew point، الفيد vapor at dew point أو يقول saturated vapor،
معناتها أنا شنو عندي؟ معناتها أنا الفيد عندي هو كله فيبر، رأساً أعرف قيمة الكيو يساوينا صفر، رأساً أخلي الكيو يساوي صفر، وهاي يفيدنا بالرسم. هسه رح نجي. إذا عرفنا الحالة أو قيمة الكيو في حالة إذا كله ليكويد، من يقول ساتوريتد ليكويد وبابل بوينت أو بابل بوينت، أعرف الكيو يساوي قيمته واحد. والحالة الثانية من يقول بأنه الفيد هو ساتوريتد فيبر at dew point، at dew point معناتها الكيو قيمته صفر. هاي أول حالتين عرفناها قيمة الكيو. أما في حالة إذا كان الفيد هو عبارة عن ميكستشر بين الليكويد والفيبر، فمعناتها أني لازم أحسب قيمته، ويحسب قيمته قلت لكم من المعادلة رقم 24. إذا الكيو هسه بعدين نفهمكم شلون نحسب معادلة رقم 24. الكيو هو تمثل لنا، تمثل هي نسبة السائل في داخل الفيد. أما الواحد ناقص الكيو تمثل هي شنو؟ مثل نوعية الفيد، نوعية الفيد. المعادلات اللي كتبناها سابقا وراء أجروا عليها موازنة مادة وطاقة، راح نحصل أيضا معادلة اللي هي الفيد لاين إكويشن، الفيد لاين إكويشن. وهاي الفيد لاين إكويشن اللي هي الأوبريتنج لاين إكويشن، بس علما للفيد لاين بس تستخدم للسب كولد والسوبر هيتد. هاي المعادلة تستخدم لإيجاد قيمة الكيو أو السلوب. هاي المعادلة بما أنه قلنا operating line، هاي المعادلة بما أنه قلنا operating line معناتها y function of منو x، بما أنه قلنا operating line معناتها y function of x. أي معادلة operating line سواء كانت هنا أو سابقا أخذناها، أقدر أطلع منها قيمة السلوب والانترسبت، أقدر أطلع منها قيمة السلوب والانترسبت. السلوب هنا هو اللي دائما يرتبط بقيمة الاكس، السلوب دائما اللي هو يرتبط بقيمة الاكس. إذا السلوب هو من هو كيو على كيو ناقصا واحد، هذا السلوب. أما الانترسبت هو ماينس زد اف على كيو ناقصا واحد. إذا عرفنا السلوب هو شنو؟ كيو على كيو ناقصا واحد، والانترسبت ماينس زد اف على كيو ناقصا واحد. شنو ZF؟ أخاف واحد يسألني. ZF اللي هو اللي هو نفس الـ XF اللي هي نسبة المادة موجودة بالفيد. خاف أحد يسأل. زين، شنو السلوب؟ شنو التعبير العلمي إلى السلوب؟ السلوب هو of the line governed by the nature of the feed. شنو الانترسبت؟ intersection of the operating line with y-axis. إذا السلوب المطي الانترسكشن المطينية بالمعادلة هذا هو ويا من يتقاطع انترسكشن؟ ويا الواي اكسس، يتقاطع ويا الواي اكسس. وهذا ويا الواي اكسس هو من نوع السوبر هيتد، يعني من أعرف عندي من نوع السوبر هيتد راح يتقاطع اللاين اللي راح أرسمه ويا من؟ ويا الواي اكسس. أما إذا كان من نوع السب كولد فالإنترسبت مالتي هيكون ZF على Q ناقص واحد. ZF على Q، العفو، ZF على Q هذا يتقاطع ويا من؟ ويا X axis. من يكون الفيد مالتي من نوع سب كولد، من عندي سب كولد الانترسكشن هيختلف عن السوبر هيتد. السب كولد الانترسكشن مالته يختلف عن السوبر هيتد. السوبر هيتد الانترسكشن هذا مع تقيمته ويتقاطع ويا الواي اكسس. اما السب كولد الانترسكشن مالته هذا زد اف على كيو ويتقاطع ويا من؟ ويا الاكس اكسس، ويا الاكس اكسس. اذا زد اف على كيو هو ويا السب كولد. اوكي، شنو فائدة الكيو لاين؟ احنا صار لنا هسه نحكي، صار لنا اكثر من ثلث ساعة دا نحكي عن الكيو لاين. شنو فائدة الكيو لاين؟ الكيو لاين مثل ما قلنا هو يبين لنا نوعية الفيد، ومن دا نقول كيو لاين معناته اكو راح يصير عندنا رسم اللي هو خط الكيو، حيكون عندنا رسم. زين هذا شنو فائدته؟ ايش راح نسوي؟ حسب الملاحظة اللي موجودة، حسب الملاحظة طلاب اللي الموجودة في اسفل الصفحة،
هاي ملاحظة موجودة في أسفل الصفحة، وبصفحة أكو رسم. هذا يعني شو راح يسوي لنا؟ زين طلاب، أكو سابقا بالمحاضرة السابقة أخذنا الرسم، رسمنا هذا خط ال 45 ورسمنا هذا الإكوليبريم، تتذكرون إكوليبريم، وخلينا هنا الـ XZ وخلينا هنا الـ XW، صحيح؟ أجي أسقط أصعد فوق أسقط هنا الـ XZ، هذا الـ XZ، وقلنا ويا من؟ ويا الانترسبت، إذا تتذكروا XZ على R زائد واحد. من عينت منه تعينت وأجر قلنا خط مستقيم إلى أن أوصله، هذا من هو قلنا؟ هذا قلنا الأوبريتنج لاين مع ريكتيفاينج سكشن، وما أريد أرسم هسه. والإكس دبليو شلون ما ستريبين؟ قلنا نعينها على خط ال 45 هنا وبزاوية اللي نتيجة الميل راح أرسم خط مستقيم مائل وقطعة نقطة تقاطع. هذا أقدر أسهل لي يعني مال الإكس دبليو، ما رسمه هسه، ما رسمه هسه، شو راح أسوي؟ كيو لاين شي يفيدني؟ كيو لاين قلنا يعتمد على من هو؟ يعتمد على الفيد. قلنا الكيو لاين يعتمد على الفيد، والفيد معناته يحتوي على نسبة المادة اللي أنا أريد أفصلها. إيش قد نسبتها؟ نقول 50%. وين 50%؟ هذا، هاي نسبة من هو؟ الزد اف أو الاكس اف، عينتها على الرسم. أبدي أصعدها نفس الحالة، وين أعينها؟ أعينها هنا، عينها هنا. هذا من هو؟ هذا الـ XF. هذا من هو؟ هاي الـ XF. شو راح أسوي؟ حسب نوع هذا رأساً. شلون مكان هو نوع الفيد؟ شلون مكان نوع الفيد؟ سواء كان liquid أو سائل vapor أو mixture. أنا أعين النسبة الـ XF، أصعدها على خط الخمسر ووقف هنا. ذاك الوقت نوع الفيد هو وراها، حسب نوع الفيد الرسم ما راح يختلف. لنفرض نوع الفيد ساتوريتد ليكويد، كله ليكويد، ايش راح اسوي؟ بما انه ساتوريتد ليكويد قيمه الكيو شو يساوي لنا؟ واحد. الواحد شنو معناتها؟ معناتها اللاين راح يرسم عمودي. الواحد اللاين راح يرسم عمودي، فمن هاي النقطه على خط ال 45 ارسم عمودي. انا رسمته طويلته، هو ماكو داعي نطول اكثر. فهذا هو الكيو لاين، هاي مع من هو؟ مع الليكويد. عند هاي النقطة، من هاي النقطة ورسمت، راح يقطع من هو؟ الاوبريتنج لاين مال ركتيفاين. من نقطة التقاطع بدون ما ارجع للسلوب مال انتر مال ستريبينج وشلون، وهاي من نقطة التقاطع الى قيمة الاكس دبليو اللي موجودة على خط ال 45 اقدر اوصلها وينتهي الموضوع. يعني ما ادوخ نفسي بالسلوب مال ستريبينج مثل المحاضرة السابقة، رأسا وبالتالي حصلت على المنطقة اللي أرسم بيها العدد الصواني اللي هي هاي المنطقة، هاي المنطقة، وينتهي الموضوع. فشوف الكيو لاين شلون ساعدنا، بس أعرف نوع الفيد. فالكيو لاين عن طريق الكيو لاين نقطة التقاطع بين الكيو لاين والركتيفاينج سكشن أقدر أوصل من نقطة التقاطع إلى الإكس دبليو على خط ال 45، حقدر أرسم الاوبريتنج لاين مال ستريبينج. هذا هو فائدة الكيو لاين، بس هسه راح نرجع نكمله بالتفصيل. هنا نشوف مسوي لكم جدول بانواع الفيد كونديشن، انتبهوا على كلمة فيد كونديشن، انواع الفيد كونديشن. من اقول الفيد كونديشن اقصد بها هنا قيمة الكيو وشنو نوعه. من اقول فيد كونديشن معناتها قيمة الكيو وشنو نوعه. أول شيء إذا كان عندي، ذاكر بالسؤال، cold feed، cold feed معناتها قيمة الكيو أكبر من واحد، قيمة الكيو أكبر من واحد، الشيب مال الكيو لاين حيكون بهذا الاتجاه، السلوب هو قيمته دائما حيكون موجب. هسه راح بعدين راح ناخذ شلون نحسب قيمة الكيو. مثل ما قلنا هذا دائما خط 45 وهذا الإكوليبريم كير، ونجي شلون ارسم الكيو لاين. الكيو لاين قلنا دائما قيمه الزد اف او الاكس اف
واصعد بيه اوقف ال 45 هاي هنا. من دي يقول لنا الكيو لاين كولد فيد، كولد فيد معناتها شنو؟ معناتها عندي اني الشيب مالتي يتجه الى اليمين بزاويه معينه، فلازم اعرف الزاويه مال، بس اوقف هنا واخلي المنقله وشوف ايش قد قيمه الزاويه وارسمه، هيك حيكون. مو عمودي بالضبط، عمودي لا، ما الي بزاويه لليمين. هذا الكيو لاين الكولد فيد، نوع الكولد فيد يكون شنو؟ تقاطعه ويا من؟ ويا هذا الاكس اللي هو من هو؟ هذا اكس اكسس. فعرفتوا شلون الكيو لاين شلون نرسمه؟ هذا رقم واحد. نجي على النوع الثاني، نجي على النوع الثاني. النوع الثاني اذا كانت شنو عندي؟ الفيد ات بويلينج بوينت. الفيد ات شنو؟ بويلينج بوينت. الفيد ات بويلينج بوينت معناتها شنو؟ ات بويلينج بوينت ساتوريتد شنو؟ ساتوريتد ليكويد. من اريد ارسمه نفس الحاله، هذا زد اف اوقف هنا لنفس المستوى. ساتوريتد ليكويد معناتها الكيو مالتي قيمته ايش قد؟ واحد. الشيب مالتي حيكون عمودي، السلوب حيكون انفينيتي، فما طول عمودي معناتها حيرسم هيجي. هذا الكيو شنو؟ هذا كيو يساوي لنا واحد. من يقول هروح على الدي بعدين ارجع للسي. الدي مالتي يقول فيد ساتوريتد فيبر، معناتها الفيد مالتي كله فيبر، قيمه الكيو يساوي لنا صفر، الشيب حيكون هوريزونتال افقي، السلوب صفر، معناتها حيكون هيجي. من اريد ارسمه ارسمه هيجي. هذا الكيو يساوي لنا واحد، هذا فيبر، هذا ليكويد، حيكون هيجي. ارجع على السي. السي فيد بارشلي فيبر، يعني جزء من عنده فيبر، قيمه الكيو تتراوح بين الصفر والواحد. قيمه الكيو بين الصفر والواحد، سوري هذا الفيبر هذا صفر، بين الصفر والواحد. اذا معناتها وين موجود الكيو لاين؟ حيكون هنا رسمه، حيكون ضمن هاي المنطقه، حيكون ضمن هاي المنطقه حسب قيمه الكيو تبدي. اما هيجي الرسم او هيجي الرسم او هيجي حسب نوع الكيو حيكون قيمته بين الصفر والواحد. هذا فيبر معناته فيبر، فيبر ليكويد اند ليكويد، حيكون بين هاي المنطقه. وقلنا هذيك الساعه من رسمنا السب كولد حيكون هاي هذا، هذا السب كولد، هذا السب كولد. الاخر واحد اللي هو نوعه الفيد سوبر هيتد. السوبر هيتد قيمه الكيو اصغر من الصفر، الشيب مالته حيكون من هالجهه يتجه للاسفل من جهه اليسار، قيمته بالموجب. فسوبر هيتد حيكون ضمن هذه النقطه، من اخلي المنطقه هذا اخليه بالعكس وارسمه حيكون هيجي. هذا من هو؟ هذا سوبر هيتد. هذا من مده اما راح يقاطع، راح يقاطع الواي اكسس. اذا نوعين من انواع الكيو لاين، السب كولد راح يقاطع الاكس اكسس والسوبر هيتد يقاطع الواي اكسس. نوع عندنا الاعلى هذا كله ليكويد، نوع عندنا افقي هذا كله فيبر، ونوع محصور بين الليكويد والفيبر اللي هو يكون خليط بيناتهم. هذا الرسم اللي هسه شرحته هي انواع الكيو لاين. هنا طلاب راح نشوف شلون راح حسبنا قيمه الكيو، شلون طلعنا قيمته مره واحد مره صفر، السلوب شلون حسبناه ضمن هذا السلايد اللي قبل اللي كان. هسه نجي الحالة الأولى، الحالة الأولى شو يقول لي؟ إذا كان الفيد مالتي شنو؟ إذا كان ساتوريتد ليكويد، الفيد مالتي ساتوريتد ليكويد، معناته الفيد كله سائل. قيمة الكيو يساوي لنا واحد، قيمة الكيو هذا نعرفه يساوي واحد، شلون شلون عرفنا السلوب مالته انفينيتي؟ لأن قلت هذيك الساعة بأنه السلوب مالته انفينيتي، شلون عرفنا سلوب انفينيتي؟ بالمعادلة مال أوبريتنج أوبريتنج فيد اللي الساعة قلناها، السلوب شو يساوي لنا؟ كيو على كيو ناقص واحد. هاي هذا السلوب، هذا السلوب.
فاريد اعرف شلون قيمته. طلع انفينيتي هنا الكيو ساتوريتد 1 على 1 ناقص 1 شو يساوي لنا 1 على 0، وبالتالي حيطلع الستوب قيمته انفينيتي. هذا عرفنا في حاله ساتوريتد ليكويد. نجي في حاله اذا كانت ساتوريتد فيبر، الكيو بالساتوريتد فيبر الكيو قيمته 0، فش راح يصير عندي 0 على 0 ناقص 1 فيطلع 0 على سالب 1 ويطلع قيمته 0. هذا في حاله الفيد عندي فيبر، فالستوب ريتش راح يطلع عندي 0. نجي هذا قلنا اول حاله قلناها في حاله الساتوريتد ليكويد، ثاني حاله قلنا في حاله الساتوريتد فيبر. نجي على الحاله الثالثه اللي هي في حاله اذا كان عندنا سوبر هيتد او سب كولد، او اللي هو عاده يكون معناتها الفيد مالتي خليط بين الليكويد والفيبر. الخليط بين الليكويد والفيبر قلنا نستخدم يا معادله من ايجاد قيمه الكيو، نستخدم معادله 24، نستخدم معادله 24. معادله 24 طلاب اللي موجوده من اريد احسب قيمه الكيو، انا المفروض اوفر قيمه ال HL، قيمه ال HV، وقيمه ال HF. هذين الثلاثه لازم اوفرها عند ايجاد قيمه الكيو بمعادله رقم 24 اللي هي خاصه في حاله اذا كان الفيد عندي ميكستشر. اوكي طلاب شلون راح نوجدها؟ لإيجاد قيمة الإنثالبي كليكويد معادلة هي 26. المعادلة 26 هي إيجاد قيمة الإنثالبي ليكويد الميل متكونة من الـ CP specific heat of solution، معنى specific heat مال الخليط مالتي، أضربه في الوزن الجزيئي اللي يكون average، اللي هو average لأنه يعني وزن جزيئي مال الخليط المتكون من عند المكونات، أضربه بيش T ناقصا T نوت. T هي درجة حرارة السيستم الموجود في داخل الديستيليشن، والT نوت اللي هي درجة حرارة الرفرنس، زائدا دلتا اتش اس. الدلتا اتش اس هي هيت اوف سوليوشن، بس شو وقت تنحسب الهيت اوف سوليوشن؟ ات رفرنس تمبرتشر ات T نوت، ودائما تعتبر تقريبا قيمتها صفر في حالة بيور كومبوننت. هاي نحسب قيمة الاتش ال. طبعا طلاب راح ناخذ احنا مثال شلون راح نحسبها. نجي على الاتش في. الاتش في هو شلون نحسب المعادله 27؟ هو عباره عن سميشن لكل هاي، سميشن لكل هاي المعادله. هاي المعادله كلها تطبق لماده واحده. من اقول سميشن اذا بانه الفيد مالتي متكون من ثلاث مواد، معناته هاي المعادله اكررها لثلاث مواد وبيناتهم طبعا جمع لان اكو سميشن. يعني هاي المعادله الواحده هاي المعادله اكتبها لماده واحده، زائدا نفس اكررها الماده الثانيه، زائدا نفس اكررها الماده الثالثه. هي تقريبا المتغيرات بها الواي اي ستار اقصد بها نسبه الماده اللي انا دارد اطبق عليها هاي المعادله وين عند التوازن ات فيبر. نسبه الماده عند التوازن ات اكوليبريوم at vapor phase. يعني شنو عند التوازن؟ خلوها ببالكم، معناتها راح استخدم الاكوليبريوم كيرف الموجود بالرسم مال الديستيليشن، اضربها في الوزن الجزيئي لتلك الماده، اضربها في اذن القيمتين، اضربها في السبيسيفيك هيت في الاختلاف درجات الحراره مثل ما قلنا تي ناقص تي نوت سابق بالله على هي نفسها، زائدا اللامدا اللي هي اللي هي heat of vaporization تحول من من فيس الى اخر. هذا ال HV. اخر شيء بقانا هو ال HF. ال HF اللي هو enthalpy of the feed. بس قبل ما ابدي بال HF طلاب خلوها ببالكم، ال H liquid وال H vapor مثل ما قلت ونوه سابقا هسه بهالمحاضره بانه قلنا اذن ال H liquid وال H vapor هي للليكويد والفيبر الموجود في داخل الديستيليشن، في داخل الديستيليشن، بس ال H feed هي الموجود للمواد الفيد المتكونه في خارج الديستيليشن اللي هي قبل ما تدخل للديستيليشن. هذا مين؟ عباره عن سميشن، نفس الحاله سميشن معناته عباره هذا كل الموجود بداخل هذا القانون يطبق بعدد المكونات للخليط. يعني لو كان الخليط مثل ما قلنا ثلاث مواد لازم اطبق ثلاث مرات بها، يعني اجمعها
للمكون الأول زائد المكون الثاني زائد المكون الثالث. مين متكون؟ حاصل ضرب الـ XI اللي هي شنية نسبة المكون المادة الوحدة في الفيد في الوزن الجزيئي في شنوة في الهيت اوف فيبرايزيشن لاتنسي زائدا ايضا النسبة مادة في السي بي مادة سبيسيفيك هيت في اللي هو اختلاف درجات الحرارة بين النظام اللي هو ديفوت وبين الرفرنس. هاي كلها طبقها لمادة واحدة زائدا اعيد المعادلة كلها للمادة الثانية زائدا اعيد المعادلة كلها للمادة الثالثة في حالة اذا كان عندي ثلاثة مواد. صار عندي اذني HL HV H feed اذني الثلاثة استفاد من عدها لإيجاد قيمة من هو إيجاد قيمة لQ وأحسبه. هاي طلاب انهينا الجزء الأول من المحاضرة، إن شاء الله راح نبدي بالجزء الثاني. استودعكم الله.